يطفو مجددا ملف التربية على سطح المشاكل في نينوى بسبب السلبيات التي يعاني منها هذا القطاع، بدءا من نقص الكوادر والبنى التحتية وطرق تسوية الملاكات، وانتهاءا بظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة. مسألة التسرب من المدارس خصوصا في محافظة نينوى اللي يصل عددهم إلى أكثر من 13,000، بالتعاون مع المنظمات الدولية خصوصا منظمة اليونيسيف، بالتعاون مع محافظة نينوى وبوجود السيد المحافظ وتشكيل أمر ديواني متألف من العديد من الفعاليات المهمة في محافظة نينوى من أجل معالجة أزمة التسرب في المدارس. محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قال أن هذا الملف هو الثاني بعد ملف الصحة في المحافظة، حيث سيعملون على حل مشاكله خلال السنوات الأربع القادمة، فقد باتت السلبيات كثيرة ولا يمكن تجاوزها، وهنالك اتفاق مع مجلس المحافظة على حلها بشكل جذري. هناك بصراحة تردي كبير في هذا القطاع لأسباب عديدة، منها أسباب تتعلق بحلها عن طريق الحكومة المحلية أو الاتحادية، وكذلك أسباب تتعلق بالمديرية العامة للتربية ذاتها. من غير المعقول أن تربية محافظة نينوى فيها أكثر من 1,000,000 طالب هي في مديرية واحدة. وفي الوقت الذي تعاني فيه التربية من نقص الكوادر وسوء التوزيع، يتظاهر بين الحين والآخر الآلاف من الخريجين المطالبين بالتعيينات وبحصة نينوى غير المنصفة كما وصفوها في وقفاتهم الاحتجاجية. عددنا الكثير من المشاكل، ومنها شطر تربية نينوى إلى قسمين، النظر في موضوع الممثليات، النظر في التعيينات والعقود، النظر في التسويات، تسويات الملاكات والطلبة، النظر في البنى التحتية. ومن المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع أيضا مشكلة ازدواجية الدوام في المدارس، وهذا عبء آخر يضاف إلى الأعباء التي يعاني منها هذا القطاع المهم. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.